ايه ده؟ لا 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 يا دي بقى على القد اللي جاني. الشجرة طرحت كتاكيت. كتاكيت؟ تعال بص. لا 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 اله الا الله، الله اكبر. ده جنسي ولا جني ده بقى دي؟ انا مش عارف عم جمعه، في حاجه غريبه بتحصل هنا. لا حول ولا قوه الا بالله. مش هقعد عم جمعه في المنطقه دي. تعوز منها؟ انا اروح اغير بطاقتي واطلع على اي محافظه تانية. انا مش هقعد كده عم جمعه ده. لا 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 لا. ايه ده؟ استنى تعالى. يبان وبتقل يا عم، جابك كمان كتاكيت. بص المنقار عم جمعه عامل ازاي، ركز في المنقار. ركز في المنقار عم جمعه. ايه المنقار ده كده عامل كده ليه المنقار ده؟ المنقار ده؟ ايوه. ده حتى احمر يا عم. دي حتى احمر؟ اه روش بتاع في وشي. حتى ايه؟ روش في وشي. حتى رؤيا يا لهوي. اه ده طيور جرحي. ده طيور جرحى؟ ها؟ جرحى ام الفيله. ام الطيور دي؟ ايوه. المقلوبه. الله اكبر. المقلوبه اللي قلبت تديني كلها. الله اكبر، دي فصيله المقلوبه. ايوه فصيله المقلوبه. ايوه. وانا اقول برضو بص هما الاثنين مقلوبين ازاي؟ مقلوبين. ايوه مش شكل واحد. لا 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 دي طيور مهاجره دي يا عم. مهاجره. ايوه دي مهاجره جرحى في نفس الوقت. ايوه. وجايب الليل. جت بالليل. جايه بالليل وانت نايم. انا حسيت برضو ان في حاجه هنا بتلب وانا بالليل. انت مش بشوف الكلب بينبح؟ اه 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 ساعه الكلب نبح كانت الطيور دي نازله تحت بالجدر. طب ده جايه منين ده يا عم جمعه؟ دي جايه من اي بلد دي بقى؟ عشان كده هي شكلها قطع مسافه طويله. من جنوب افريقيا. اه عشان كده سمره شويه. سمره. قلت ده مش شغل مصر ده. لا 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 مش شغل مصر ده. ولبنى. في حاجه غلط بتحصل يا عم جمعه. احنا نسيب المنتل ونمشي. ايه اللي بيحصل في الشجره دي؟ كلها بتفتقش من تحت. الرعشه دي من ايه يا عم جمعه؟ فهمني. عندها لبسه ارضيه. اه والله عندها لبسه ارضيه ملمسه بس سليمه. كل العالم بيقول مش سليمه. بتتكاثر مع الطيور الشجره دي. ايوه بتتكاثر مع الطيور. لا اله الا الله. ايوه امال ايه يعني؟ هي تكاثر يعني هم دلوقتي بيتكاثروا مع بعض. ايوه السفله واحنا واقفين كده. امال ايه قله الادب والسفاله واحنا واقفين. اه واحنا واقفين يعني. ودول ده هيطلعوا هيطرحوا ايه بقى لما يتكاثروا مع بعض؟ ده هيطلعوا لنا ايه؟ ده هيطلعوا لنا السيد قشطه ولا هيجيبوا لنا ايه بقى بعد كده؟ ايه دعوه بالكلام ده يعني؟ ايه مالكش دعوه يا عم جمعه؟ انت مش انت مسؤول النباتات هنا؟ انا مسؤول. انا يا عم انا عارف اسود ونيل بنيله دي بتعض يا عم جمعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خش يا عم جمعه. اعوذ بالله. الله اكبر. الله اقفش يا عم جمعه. على مهلك على مهلك. الله اكبر. الله اكبر عم جمعه. برك يا عم. ايه ده؟ بص سحبت عينيها ده ولا سحبت مايكل جاكسون؟ عم جمعه احنا عايزين نحلل الكتكوتين دول. هنحلل مش هنسيب تحليل. انت المعمل عندك فاتح دلوقتي ولا قافل؟ نعم فاتح. الجهاز شغال عندك؟ شغال. جهاز كشف الكتب عندك فوق شغال؟ ايوه. قول بتاع الاشعاع البنفسجيه شغال. بتاع الاشعاعات هيجي دلوقتي ادخله على معمل التحليل. ايوه. وبتاع الاشعاع يكشف. مش عارفين دكتور ولا اناتي دول. لا والله مش عارفين. شوف كده ما انت حطهم تحت المجهر بقى. اه انت بتلعب في ايه؟ لا مش دكوره. بتلعب في ايه يا عم جمعه؟ دكوره. لا والله دكوره. بقى معاك الناس. ايوه يا تحليل. ايوه التحليل ظهر. اه ايوه تحليل ظهر. ظهر معاك. ايوه ظهر ظهر. لا اله الا الله عم جمعه. حي 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 حي. لا اله الا الله. يا حي يا كيوب يا حي. صلاه النبي يا صلاه النبي. دي معجزه عم جمعه. ها دي معجزه بكل معجزة المقاييس. ده مش مصري ده عم جمعه. لا ده مش مصري. لا ده مش سالك. ده بص مش مصري. اه ده مش مصري. ده غلبان. ده كحيان. ده ضربه السلك. ده مصري. ده مش غلبان. ده مش غلبان. لا والله. ده ابو عراق. ايه لا والله ده ابو العراق ده. امال بيشتغلنا ولا ايه يا عم جمعه؟ لا يا حبيبي ده ابو العراق ودي امه مقلوبه بيتمسكن لحد بيتمكن فين. ايه ده نام؟ ده غمض. مش نايم. اه ده نام والله. ده ايه ده؟ هو شارب ولا ايه؟ ده عامل ايه ده؟ ده ضارب ايه ده؟ انا عارف ضارب ترمول. دي ضارب ترمول. ايوه ترمول. ايوه ده بص ده حي حي ده سقط وهو واقف معاك. ده نام. كتكوت ده يا عم جمعه ضارب. ضارب الكتكوت ده كان سهران سهره. الاثنين ده الاثنين نام. بس جاتهم ممثل العزيمه يا حق العزيمه. العزيمه من رحفك البردي رحن حبو النيابه والام في الاب. الله اكبر عم جمعه. انت بتعمل ايه؟ رايتهم. ايه رايتهم؟ لا والله حتى الكلب سمع. ما هو الكلب مرئي برضه. ده صحي لما انت رايته؟ بص صحي. انا بقول لك الله شوف. اكبر الله اكبر الله اكبر. ده كان نايم صحي. كان قام هو. لا لا ده ارتاح كده خالص. جسمه ارتاح. ارتاح بس ما فقش. ده عم جمعه على الشمال ده. اللي على الشمال ده مش مظبوط. ده متقل في العيار. ده ضارب حته ب 300 لوحده. فرعي مع المسكره يا مكاويني ميتو. الله الله الله. المعمل مفتوح؟ مفتوح. على المعمل عدل. تعملي تحليل دم وتحليل بول. تعملي كمان انزيمات كبد وكلى. ماشي ماشي ماشي. ما تنساش الانزيمات اهم حاجه. لا ماشي. ايوه عم جمعه يلا. لا 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 شوف شوف. لا 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 بسرعه عم جمعه. اطلع المعمل بسرعه. اطلع المعمل بسرعه بسرعه وطمني على النتيجه بسرعه يا عم جمعه. لا اله الا الله.